مرحبا يا الحبايب، اليوم بدي أرد على كذا تعليق إجاني على الفيديوهات اللي بنزلها. في تعليقات يعني شوي بدها توضيح وبدها جواب. وأن بس قبل ما أعلق أو أرد على التعليقات، أنا بالنسبة إلي يعني ما عندي وقت إني أرد على كل تعليق بيجيني أو أتفاعل مع كل تعليق. هاي النقطة الأولى، لأنه لو بدي أرد على كل تعليق ما بعملش ولا فيديو. إخواني أنتوا كمان لا تنسوا، أنا هذا الفيديو مثلا ما أخذش مني وقت كثير في التحضير، لأنه بدي أرد على كم من تعليق، فيها كم من شغلة هيك حاضرة بذهني. بس الفيديوهات السابقة أنا ما ببالغ إنه معدل ساعات العمل اللي بمضيها أحضر للفيديو مش أقل من 4 ساعات 5 ساعات يومي. ولا أنا يعني أنا إذا بقرأ خبر معين في موقع معين ما بكتفي أنا بالخبر في هذا الموقع وبس، بعمل له جوجل وبدور على مواقع تانية تحكي عن نفس الخبر، وبدالي موقع موقعين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة عشان ألم من جميع الجوانب وأعطيك أنا الصافي. مع يعني نقول مع الحرص قدر الإمكان إنه الذاتية ما تتدخل، ميولي أهوائي عواطفي كذا. فموضوع إنه أنا لما بعمل فيديو بأخذ من وقتي إخوان أقل شيء بالمعدل 4 ساعات 5 ساعات. فإني أنا أرد على كل تعليق، وخاصة هاي اللي فيها اتهامات بأني أنا صهيوني وبأني أنا متصهين وبأني أنا مع فخاي أدرعي وبأني أنا مع إيدي كوهين وبأني أنا مش عارف شو. يعني شو بدك ترد؟ لا ترد. نفس الوقت يعني في تعليقات محرزة إن الواحد يعني يوقف عندها ويرد عليها. أنا حتى على مستوى يعني في نقطة معينة أنا بدي ألفت نظركم إلها. أنا عامل hold all comments for review، يعني ما بنزل التعليق إلا بعد ما أشوفه لأسباب كثيرة. السبب الأول اللي فيه مسبات على أبوي أو أمي أو الاثنين مع بعض، هذا صاحب التعليق فورا على طول مع أحلى صاحب فول بعطيه بلوك. الشغلة الثانية، التعليقات اللي فيها تخوين من غير أدلة من غير براهين من غير كنقول أسس واقعية، لا ما بنشرها، بس ما بعمل بلوك، بحذفها ريموف. واللي فيها مسبات لشخصيات معينة بغض النظر مين هاي الشخصيات، ما لأنه اليوتيوب نفسه بعدين بيقول لي أنت تعال وين رايح، شو اللي قاعد بتنزله، ليش بتسمح بهذا التعليق. في شغلة مهمة، انتوا عارفين الفيديوهات القصيرة بتلف حول العالم، يعني هيك اللي فهمته انا، انه فيديو قصير لمدة 15 ثانية هذا اليوتيوب بلفلفه حول العالم، والفيديوهات القصيرة هي اللي بتيجي عليها اكثر اشي التعليقات ومسبات ومنزل نار وتحت وكذا. ف يعني حبيت اوضح قبل ما نبلش نعلق ونرد اخوان. برضو في كم من شغلة هيك معلومات خلينا نقولها فوات. مثلا قلت لكم عن هذا، قال غادي ايزنكوت. غادي ايزنكوت عضو مجلس الحرب الصهيوني حاليا، وكان رئيس هيئة اركان جيش العدو الصهيوني الاسبق. ابنه قلت لكم هو رقيب في اللواء 155، اظن قلت لكم، لا هو في اللواء 551. هاي واحد. اثنين، في فيديو انا قلت لكم انه قطر طلبت من الصحفيين والاعلاميين اللي المناصرين للاخوان المسلمين في مصر، طلبت منهم انهم يطلعوا من تركيا. لا انا يعني صحوا ان هي تركيا نفسها طلبت من الاعلاميين اللي موجودين في تركيا انه هذول المؤيدين للاخوان المسلمين انه تفضلوا يعني غادروا
زمان هذا الحكي. فأنا ما دام أقول تركيا قلت تركيا لا غلط. امبارح حكيت لكم عن كتاب لإدوارد سعيد، قلت لكم أظن كتاب هذا الثقافة والإمبريالية. لا هو صحيح الاسم الثقافة والإمبريالية، وهذا هو إدوارد سعيد نفسه ترى كبير الكتاب لا يغرقه. بيعتبره الجزء الثاني من كتاب الاستشراق. حكيت لكم كتاب الاستشراق ترجم لأكثر من 37 لغة. على فكرة أنا كتاب الاستشراق يمكن أكثر كتاب أخذ مني وقت في قراءته. طبعا ترجمة هذا الكتاب الثقافة والإمبريالية لكمال أبو ديب، نفسه هذا كمال أبو ديب نفسه ترجم كتاب الاستشراق. فأنا إن كتاب الاستشراق مش ترجمة كمال أبو ديب اللي قرأته، ناسي اسم المترجم بس هو مصري، يا ريت جبته راح عن بالي. المهم أظن اسمه محمد عنان أو محمد عناني إيش زي هيك. طبعا أنا قرأت ترجمة محمد عناني لكتاب الاستشراق، ومع ذلك كنت أحس إنه في، يعني أنا بديش أقول، هي شوفوا الترجمة في النهاية بتظل اجتهاد من المترجم. يعني قد ما يحاول المترجم يوصل الفكرة اللي موجودة عند المؤلف الأصلي إلا ما يكون يعني مالي شوي بعد شوي وعلى درجات. محمد عناني ترجمته رائعة لا شك، بس كان فيه يعني بعض الشغلات اللي أنا ما خشت مخي. اضطريت أنا أجيب كتاب الاستشراق باللغة الإنجليزية فقط، نعم، واضطريت أجيب أول ترجمة لكتاب الاستشراق طلعت للغة العربية اللي هو ترجمة كمال أبو ديب. لا إذا بتكون رأيي الشخصي محمد عناني ترجمته أفضل أفضل. فكتاب الاستشراق أنا مش بس يعني اطلعت عليه هيك مطالعة، لا أنا قرأته حللته رجعت للأصل بالإنجليزي ورشة عمل كان كتاب الاستشراق، وأخذ مني وقت كثير على فكرة. فهذا الثقافة والإمبريالية أنا قرأت منه جزء ما كملت لأنه حسيت راح يأخذ مني وقت كثير زي كتاب الاستشراق. مو كمان اللي بده يقرا هيك قراية جرايد هذا بأسبوع بيخلصه، تمام، بس لا اللي بده يقرا عشان هنقول يعمل رفض للفكر اللي عنده للثقافة اللي عنده، رفض ثوري، رفض غني بمصطلحات وبدلالات وبأفكار تساعده إنه ينمي، خلينا نسميها الشخصية الثقافية عنده. لا بده يتعب شوي، بده يقرأ يحلل ويرجع فأنا استمتعت في الجزء اللي قرأته من هذا الكتاب، استمتعت فيه كثير على فكرة. بس قلت لكم باخذ مني وقت لأنه أنا من النوع اللي يعني لازم، أوكي بقرأ قراءة ظاهرية بالبداية قراءة هيك سطحية، بس بعدين بصفن شو ممكن يكون قصده المؤلف، في إشي غير هذا اللي مبين قدامي مخبى وراء ما وراء السطور. طيب أنا بنصح، برجع وبكرر وبقول بنصح نصيحة، أي حدا بده نقول يرتقي بثقافته بفكره بطريقة تفكيره بطريقة حتى مطالعته بطريقة حتى البحث عنده، خلينا نقول يحدد لنفسه منهج معين في البحث في القراءة، أنا بنصح إنه يقرأ كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد. انسى المضمون، المضمون مهم جدا، بس أنا القصد لما تقرأ أنت كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد أنت بتستكشف طرق جديدة
في البحث، طرق جديدة في المقارنة، طرق جديدة في المطالعة، طرق جديدة حتى في التفكير. أنا ما ببالغ، جربوا. أي 10 دقايق بس عن إدوارد سعيد. إخوان، التعليق اللي أنا بدي أرد عليه الشاب اللي شاف في الشاي بحليب شاي كرك، واللي مش مصدق جعله لا يصدق. هاي من ضمن التعليقات، يعني إنه وأنت متأكد إنك أنت بتشرب شاي كرك؟ في تعليق جاء على صيغة سؤال، إنه شو الفرق بين اليهود والمسيحيين؟ وشو رأي المسيحيين في اليهود؟ لا، أنا يعني للي سأل هذا السؤال، يعني بدي أخذه بحسن النية. أنا في عندي هذا الكتاب، أو الكتيب بالأحرى، صغير هو، اللي هو المسيح بين التلمود والقرآن لصهيب الرومي. وفي عندي كتاب ثاني بس ما راح أقولكم عنه، لأنه إذا على مستوى أنا موقفي من حماس خلاني أحس حالي معزول عن العالم، ما راح أقولكم عن الكتاب الثاني، هي موجود هون، يعني خليه بوقت مناسب راح أقولكم إيش هو. بس هذا اللي سألني ببساطة، خليني مسك يعني بدون ما نقعد نقرأ هيك، خلينا نيجي على الواقع تمام، ونحلل بناء على الواقع. سيد المسيح له المجد جاء إلى اليهود في فلسطين لما كان، أو خلينا نقول بدأ يبشر لما كان عمره 30 سنة تقريبا، يعني 30 ميلادي تمام. هو ولد في بيت لحم، في بيت لحم، وبعدين رجع على الناصرة. بعدين لما صار عمره 30 سنة بلش يبشر بملكوت الله. لمين كان يبشر؟ لليهود. فأنت حتى تعرف الفرق بين اليهوديين، عفوا، بين اليهود والمسيحيين، ببساطة في يهود آمنوا برسالة السيد المسيح، بتعاليمه، بشارته، وآمنوا بأنه في شخص اسمه يسوع، هذا اللي كان يبشر بملكوت الله بتعاليم. هذا الشخص يسوع، كلمة الله المسيح، اللوغوس المسيح، ظهر فيه، حل فيه تمام، حل فيه، ظهر فيه كلمة الله اللوغوس. في يهود آمنوا بأنه هذا يسوع، أنه كلمة الله المسيح حل فيه، ظهر فيه. في يهود ما آمنوا. من وين أنت بتأخذ الفرق؟ اللي آمنوا، هذول اليهود اللي آمنوا صاروا مسيحيين، ولا الأساقفة في القرن الأول الميلادي والقرن الثاني الميلادي والقرن الثالث الميلادي، أعتقد يمكن لحد القرن الرابع الميلادي، مش متأكد. الأساقفة كلهم يهود، كانوا يهود. أنا بس هيك، أنا خلينا نقول بالواقع، عشان أنت تأخذ فكرة معينة بسيطة أولية عن الفرق. في يهود آمنوا، في يهود ما آمنوا، واللي ما آمنوا هذول قصة، واللي آمنوا برضو لهم قصة. بعدين هاي بدها فيديوهات، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاث ولا أربعة تمام. فلذلك أنت وين تيجي هلا؟ بتيجي على الفرق بين اليهود الحاليين والمسيحيين الحاليين. اليهود الحاليين عندهم قناعة، عندهم إيمان، عندهم عقيدة إنه لسه المسيح لم يأتي إلى الأرض، لم يظهر في شخص معين حتى اللحظة، لا في يسوع ولا في غيره.
ولذلك هم حتى يجي هذا المسيح اللي هم بيقولوا عنه المسيح، في أحد الأشياء اللي لازم تتهيأ الهيكل، لازم يكون مبني جاهز. هذا حسب ما قرأت، حسب ما فهمت، حسب ما سمعت، لقساوسة، لكهنة، لأساقفة، أي المحصلة اللي أنا طلعت فيها. بينما المسيحيين بيأمنوا أنه يسوع ظهر فيه المسيح، كلمة الله لوغوس، حل فيه، صلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب المقدسة، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب. هذا قانون الإيمان المسيحي. وأنت حتى تعرف كمان كيف المسيحيين، هنقول اللغة الإيمانية عندهم، تروح على قانون الإيمان اللي بتأمن فيه كل الطوائف المسيحية، اللي بتقر فيه كل الطوائف المسيحية وبتبقى عليه. نؤمن بإله واحد، لاحظ، نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي من أجلنا نحن البشر نزل من السماء ومن أجل خلاصنا، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس، ومن مريم العذراء وتأنس. وتأنس يعني، يمكن أنا شوي بس، حتى أنت ارجع اكتب أنت قانون الإيمان في جوجل يطلع لك. هذا هو الفرق الرئيسي. بس أنا بدي ألفت نظرك إنه هنا في هذا الكتاب، الكاتب بفرجيك، الكاتب على هي الحقيقة هيك ولا مش هيك، هي أنت بدك أنت تعمل مقارنة. الكاتب بيقول لك إنه في فرق شاسع بين التلمود والقرآن في نظرة كل منهما للسيد المسيح له المجد. أنت سؤالك بذكرني بقصة صارت معي في البصرة. زميل إلي هو مسلم، ضرب كلمة بيقول لي أنتو واليهود وجهان لعملة واحدة، بهالمعنى طبعا، حرفيا ناسي أنا بس بهالمعنى بس. وشو دليله؟ إنه البابا الطاقية اللي بلبسها زي الطاقية اللي بلبسوها اليهود. طبعا أنا جاوبت جواب يعني مفحم، بس ما راح أقوله هون في الفيديو حتى لا يفسر ب يعني منحى آخر، لأنه أنت كمان إذا أنا بعطيك الجواب اللي جاوبته إياه أنت حتقول لي أنت واحد كذا وكذا، تقعد تسب عليه، أنت مش راح تستوعب الفكرة اللي أنا بدي أوصل لك إياها، بما أنه هو هذا المنطق اللي هو بفكر فيه. زميلي مثلا اللي قال لي انتوا اليهود وجعل لي عملة واحدة، لا، فرق شاسع. هذا على مستوى العقيدة، هذا على مستوى، انا اعطيتك الفرق على مستوى العقيدة. هم لا يؤمنوا بأن يسوع ظهر فيه المسيح، حل فيه المسيح، كلمة الله. لا يؤمنون اليهود، لا يؤمن اليهود بهذا العقيدة اللي بيؤمن فيها المسيحية بس، والباقي عندك. اخوان أدركنا الوقت، بس في تعليق ثاني أنا لازم أرد عليه، معلش يعني تحملوني. في حدا علق على الفيديو اللي عملته عن قصيدة أحمد مطر، عباس يستخدم تكتيكا جديدا. أنا بقول جديدة هيك يعني، هي جديدا، عباس يستخدم تكتيكا جديدا، بس يعني فلسفة زيادة مني، فدلك فدلك، عفوا مع احترامي للفلسفة، فضلك زيادة من عندي. عباس يستخدم تكتيكا جديدة، بيقول لي أنا كنت بتابع فيديوهاتك وبرجع بحضر فيديوهاتك وحتى أحاول أعرف مين أنت وشو أنت ولمين مع مين ضد مين وخطابك وما خطابك، واكتشفت أنك أنت حرباء، حرباء خطير. هو بيقول لي
وبعدين ضرب كلمة انه انا علماني عن حاله، بقول انا علماني بس بما انه حماس بتقاوم فهذا لا يعني انه انا اوقف ضد حماس من منطلق اني علماني، لا انا بالمعنى يعني حرفيا الناس بس بالمعنى، لا انا مع حماس كونها هي بتقاوم، هو اللي كاتب مش يعني، وانه انت عني انا، انه انت يمكن لانك ضد حماس من منطلق انه هي عندها رؤية اسلاموية بالمعنى يعني. لا انا مش يعني، انا ما بعرف انت كيف بنيت كل هال او كتبت كل هالتعليق وبنيت كل هالرأي ووجهة النظر. اخوان انا اقول لكم شغلة، هذا الكتاب انا حكيت لكم عنه اكثر من مرة، وصف التل في مجابهة الغزو الصهيوني إعداد وتحرير ناهض حتر، حكيت لكم فكرة الكتاب على السريع. ناهض حتر جمع المقالات اللي كتبها وصف التل في حياته في هذا الكتاب، ومش بس هيك، شو في ندوات عملها وصف التل أو شارك فيها وصف التل أو حضرها وصف التل وأدلى فيها بآراء ووجهات نظر وإلى آخره، برضو جمعها في هذا الكتاب. هذا الكتاب أنا استعرته من مكان عملي، بقية الكتب اللي فرجيتكم إياها اليوم بالفيديو هاي مكتبتي، هذا أنا مستعيره من مكان عملي ومسا خلصه، لسه ما خلصت بدي أرجعه. لولا إني، وليش بقول لك ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، ما هيك هذا بيت شعر المتنبي، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. أنا لولا قراءتي لهذا الكتاب ونقول الفكرة اللي تكونت عندي من خلال قراءتي لهذا الكتاب عن شيء اسمه تقدير الموقف، أنا يمكن يكون عندي وجهة نظر مختلفة عن وجهة النظر الحالية في الأحداث اللي قاعدة بتصير في غزة من ناحية موقفي من حماس، يمكن لأنه أنت لما تقرأ في هذا الكتاب شو بيقول وصف التل عن تقدير الموقف، أهميته في الحروب في المعارك في الاشتباكات، وفي فرق بين الاشتباكات والمعارك، كل هذا لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث، أسهب كثير وصف التل في الحديث عن تقدير الموقف وأهميته وخطورته. أنت لما تقرأ قارن الواقع اللي إحنا بنعيشه حاليا بسبب الخطأ القاتل اللي ارتكبته حماس، قارن هذا الشيء بما يفترض أو بما كان يجب أن يكون عند حماس من بعد نظر ورؤية عميقة، بس رؤية عميقة بس من منطلق تقدير الموقف، بس انسى الأشياء الثانية، بس من منطلق تقدير الموقف. أعتقد أنت راح تتخلى عن ميولك وأهوائك وعواطفك، تحيدهم على جنب وتقول لقادة حماس أنتوا أخطأتوا. أنا مش يعني برجع بقول لكم، لو فتح، لو الجبهة الشعبية، لو الجبهة الديمقراطية، لو أي فصيل آخر من مكان يكون عمل نفس اللي عملته حماس، راح يكون وتكون النتائج بالشكل اللي احنا قاعدين بنشوفه، راح يكون موقف في نفس الموقف. القصة مش قصة انه انت علماني ولا علماني، اسلام ولا اسلام، لا لا لا، القصة انه خطأ صح، هاي الفكرة، هاي هي أساس موقفي. أنا مش ضد مبدأ المقاومة، لأنه هذا حق للشعب المحتل، المحتل اسم مفعول، يعني الشعب العربي الفلسطيني من حقه أن يقاوم، بس مقاومة عن مقاومة تختلف، ومقاومة فيها تقدير موقف دقيق مش زي مقاومة فيهاش تقدير موقف. يعني هو مش بيقول لك أحلاهما مر، على أنا برأيي
على مبدأ رحم الله امرئا عرف قدر نفسه. انت يا حماس لو ظليتي لابدو ساكتة واستجمعتي قواتك بحرفية أعلى وجهزتي إمكانيات أكبر، على الأقل على الأقل لو كان عندك صواريخ مضادة للطائرات على الأقل، وأمنت الحماية لشعبك، قبرت الموقف إنه أنت اللي رح تعمليه رح يكون رد فعله هالقد بالشكل الشكل الفلاني، معناته أنا لازم أكون أكيد الأمور بتكون أفضل لصالح الشعب العربي الفلسطيني، وتكون المقاومة فعالة فعالة أكثر. أما أنت قاوم يعني تروح تنتحر وتقول إنك تقول أنت رايح تنتحر عشان تقاوم، أو رايح تقاوم عشان تنتحر؟ لا لا، أنا ضد، يعني ضد هذا الهبل، ضد هذا السخف، ضد هذا الاستهتار بأرواح الأطفال والنساء والشيوخ في داخل قطاع غزة. مش معقول، يعني أنا أزقف لحماس وعندي 20,000 شهيد، ثلثينهم أطفال. ليش؟ لأن حماس أولا ما قدرت الموقف صح، ثانيا ما أمنت الحماية الكافية واللازمة والمناسبة لشعبها، وهذا تأمين الحماية بيكون في أعلى درجاته من ناحية الدقة ومن ناحية النوعية ومن ناحية التغطية والشمولية وكذا، لما بيكون تقديرك للموقف صح. مش موضوع إسلامه وما إسلامه يعني من باب ثاني، لو العدو الصهيوني هو اللي هجم على قطاع غزة انت حتشوف لي موقف آخر من حماس. طبعا برجع وبكرر، انا مع حماس كحركة مقاومة عربية، وانا اقر، يعني انا معك في جزئية معينة انه انا ضد او انا بخالف او انا مش مع حماس في الايديولوجيا اللي هي ماشية عليها اكيد، لكن اذا هي خلينا نقول تجردت من هذه الايديولوجيا وكرست فعالياتها نشاطاتها تحركاتها لاجل المقاومه ولاجل المقاومه فقط بهدف تحرير الارض العربيه المحتله من النهر الى البحر، اكيد انا موقفي مع حماس قلبا وقالبا. بس مش انه اذا حتى لو كنت انا ضد الايديولوجيا او بختلف مع الايديولوجيا او انا مش مع الايديولوجيا اللي هي، مش معناته انه انا مع العدو الصهيوني. لا طبعا، لا 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 طبعا، والاتهامات هاي اللي موجهه الي اني انا صهيوني هاي حكي شبابيك، حكي شبابيك، يعني هذا يعني الرد على السفيه السكوت عنه. جيب دليل بالاول انه انا صهيوني، انه انا متصهين، انه انا مع في خايه درعي، جيب دليل وبعدين احكي. غير ذلك يعني الافضل انك انت يعني تختصر، مش انت اللي كتبت التعليق، انا بحكي بشكل عام. تمام اخوان، اكتفي بهذا القدر. اعتقد اني انا وجهت، يعني انا بستغرب انت قلت لي انك انت شفت فيديوهات الي وبترجع بتشوف في الفيديوهات. طب مش معقول، يعني انت كل هالفيديوهات اللي انا قدمتها وعندك قناعة انه انا حرباء؟ روح اكتب انت اشرف غسان مقطش في جوجل، شوف مقالاتي في موقع عمون الالكتروني، شوف مين هو عدوي الاول، عدوي الاول هو العدو الصهيوني. انا كعربي كقومي بالتأكيد لا شك العدو الاول بالنسبة لي هو العدو الصهيوني، والفرس اعداء بالنسبة لي، والترك اعداء بالنسبة لي، لانهم هدول الترك والفرس هدول عقدتهم، وحكيتها اكثر من مرة، عقدتهم اشي اسمه عربي. زي هذا اللي كاتب لي تعليق لما سأل السؤال على اعطوني انجاز تركوه العثمانيين، بقول لي تركوا واحد زيك يحكي عربي. والله هذا شو بدك ترد عليه؟
يعني خليك عايش بوهمك. وانت اللي قلت لي ترك هو زيك بيحكي عربي، شكلك تركي، امك تركية مثلا، ما بعرف شكلك هيك يعني. او بتحب المسلسلات التركية كثير يعني، مهند ونور والعشق الممنوع مش عارف شو. انا بحضر المسلسلات التركية عادي. شو المشكلة؟ هون انا بعتذر انه يعني هذا الفيديو هيك نص ساعة مخصص لدردشة عادية وحكي عادي وتعليقات ورد على التعليقات، وحكينا عن الاستشراق، بس لابد انه نظل نغير وننوع. وبتمنى من يعني اللي بيشوفوا الفيديو، اول شيء ما تاخذ دائما انه الشخص اللي بيخالفك في الرأي هو عدوك، ما تاخذ الشخص اللي بيختلف معك في وجهة النظر هو عدوك، او هو مع عدوك انت، واقف مع عدوك انت، لا. خذ انت انه في هون وجهة نظر قد تلفت نظرك انت الى جانب معين انت غافل عنه. فيا اخي فكر فيها، انت بتقول لي حماس انتصرت، ايش اعطيني اوجه الانتصار لحماس، اعطيني شيء واحد انجزته حماس بس. يعطيكم العافية، وتشوفوا دجاجة ماشية حافية طاط.